بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات خرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمى نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنعمل دوت إن شاء الله ورضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده إن شاء الله هنتكلم على اختبار من الاختبارات اللي هي خاصة بالركام اللي إحنا بنستعمله في الخرسانة. الركام إحنا قلنا بيبقى فيه ركام لنوعين، يا إما ركام اللي هو ركام اللي هو الناعم أو ركام الخشب، والمقياس اللي بينهم هو منخل 4-75، هو الفيصل ما بين الاثنين بالنسبه للركام الخرسانة. الاختبار دوت هو اختبار اللي احنا بنشوف بيه، اللي هو اسمه الكليلمبا او الحبيبات اللي بيكون عالق فيها الطين او الطفله لما ننقعها في الميه. احنا بنتكلم بلغه بسيطه كده عشان نقدر نستوعب مع بعض ايه فكره الاختبار ده. هو ان احنا هنقيس او نحدد كميه الطين والحبيبات سهلة التفتت في الركام، هو ده يعني المعنى البسيط للاختبار اللي هو الكليلمبا دوت. غالبا في الناس بتستسهله وما بتدوش اهتمام، لكن هو ذو اهميه جامده جدا، وعشان كده حتى الكود الامريكي حدد له كود واحد اللي هو الاي اس ام سي 142، ده اللي بيتكلم على اختبار الكليلمبا. انا ما كناش هنعمل الاختبار دوت لما لقينا بس في ناس من زمايلنا كتير بيسالوا على اختبار الكليلمبا وازاي اقدر احددها والحاجات دي، حتى الاشهر اتكلم فيها كمان الاختبار ده. عشان كده قلنا هنعمل له حلقه ان شاء الله لوحده، وارجو ان احنا نقدر نوضح الصوره مع بعض. الاختبار دوت عشان اعمله في الناس بتوع المعامل اللي زينا كان يجيب العينه ويغمرها في الميه 24 ساعه، وبعد كده يصفي الميه، وبعد كده يجففها ويوزنها ويطلع نتيجه. هو بيستنسخ الامور، لكن في حاجات تريكات في النص او حاجات بسيطه في النص لازم الراجل بتاع المعمل يحطها في الاعتبار، لازم يحطها في الاعتبار. طيب انا قلت الاختبار دوت هيتعمل على الحاجتين، على الركام اللي هو الخشن اللي هو في 475، وعلى الركام اللي هو تحت 475، فانا عايز اوضح على قد ما اقدر ازاي. طيب نفترض انا هعمل الاختبار دوت على الركام الناعم. على الركام ده هيتعمل على الركام الناعم اللي هو الرمل، معنى اصح الرمل. فقال ده مش هيتم الا على المحجوز فوق منخل 1-18، هيتعمل على مقاس واحد بس، دي عشان تكون متوقع، وان انا هاخد وزن من الماتيريال ديت ما تقلش عن 25 جرام، يعني خد 40 جرام 50 جرام، خد زي ما انت عايز، بس ما تقلش عن 25 جرام، بس لازم تكون مفصوله على منخل 1-18. يبقى انا هاخد اللي فوق 1-18 بالمنطق كده، اللي هو مره 475 محجوز 1-18 هو اللي هيتم عليه الاختبار. ده كده انا خلصت الجزئيه بتاعت الرمل. طب اجي للركام الخشن ده. الركام الخشن من المعلومات اللي احنا قلناها في اكتر من فيديو قبل كده، ان الركام الخرسانه في اي حال من الاحوال ما بيزيدش حجمه او مقاسه عن 40 مللي، يعني ما بيزيدش عن 4 سم بالنسبه للخرسانات. طيب اذا معنى كده ان بدايتي هتبقى 37.5 على طول، اللي هو يعتبر تقول عليه منخل 40، يعني اللي هو 40 مللي او 4 سم. عشان كده وقال هجيب الركام بتاعي اللي هشتغل بيه وهفصله على مناخي، هفصله على مناخي، يعني اجيب كميه الركام بتاعتي هنشوفها ان شاء الله كل ده في الفيديو 20 كيلو 30 كيلو ايا كان، وهتكون عينه متجانسه كويس، وابتدي افصلها على اول منخل هيتحط عندي اللي هو منخل 37.5، اول منخل 37.5. إذا معنى كده إن أنا هاخد من فوق منخل 37.5 زيرو، يبقى كله يعدي منخل 37.5، يبقى الأول منخل هيبدأ عندي اللي هو منخل كام؟ اللي بعد منه منخل 19. هاخد أول حاجة محجوز 19. يبقى دي أول منخل. المنخل اللي بعد كده هيبقى يمر من 19 يتحجز على منخل 9.5. هاخد من اللي هو منخل 9.5 المحجوز هو 9.5، واللي مر من 9.5 محجوز على 4-75. بعد كده اللي عندي 4-75 ماليش دعوه بيه، لان انا خلاص دخلت في موضوع الرمل. طيب قريب هنا افترض كان في ركام اكتر من مقاس 37.5 وعايز اعمل اختبار، اعمله مش مشكله، بس لازم يتحجز فوق 37.5. فوق 37.5 ما ادانيش مقاسات ثاني، معنى كده ان انا معايا من 37.5 الى ما شاء الله. طيب ايه الاوزان اللي انا هاخدها؟
ايه لو ده اللي انا هاخدها بكل منقل علشان الاختبار يتم عندي بطريقه صح. قال لي منقل 37 ونص اللي فوق 37 ونص اسف، اخد بالك دي يا جماعه، اخد وزن ما تقلش عن 5 كيلو. يبقى كل ما هو فوق 37 ونص هاخد منه وزن ما تقلش عن 5 كيلو. طيب اللي مر من 37 ونص ومحجوز فوق 19 هاخد منه وزن ما يعني ما تقلش عن 3 كيلو. وزن ما تقلش عن 3 كيلو. طيب اللي مر 19 ومحجوز على 9 ونص هاخد منه وزن ما تقلش عن 2 كيلو. طب اللي مر من 9 ونص ومحجوز 4.75 ما يقلش عن كيلو. كلمة ما تقلش يعني مش معناها ان انا اخد كيلو بالظبط، لا ممكن اخد كيلو 200 كيلو 300 كيلو 400 ايا كانت الوزن، بس ما يقلش عن الحد دوت بتكون طبعا العينه ممثله وكويسه جدا. كده انا خدت المقاسات بتاعتي او خدت الاوزان بتاعتي اللي خدتها على حسب المقاسات، هعمل ايه فيها ايه؟ الراجل قال تحطها في الفرن لمده 24 ساعه، حتى الكود الامريكي قال زائد او ناقص اربع ساعات، يعني ناخد بالنا من دي. انا بقول على حسب الكود، هنفتح الكود مع بعض ان شاء الله ونشوف الكلام اللي هو مكتوب فيه. هسيبها لمده 24 ساعه، هطلع تاني يوم العينه بعد 24 ساعه ما خلصت، هسيب العينه تبرد، وبعد ما تبرد هوزنها الوزن بقى الصح اللي بعد التجفيف. هاخد الوزن الصح اللي هي بعد التجفيف، ناخد بالنا من دي اول وزن عندنا، الوزن الجاف قبل. قال اعمل ايه؟ هجيب صواني او اي كونتينر اي حاجه معلومه عندي وابتدي افرد الماتيريال بتاعي دوت فين؟ في الصواني، وابتدي افرده بصوابع ايديا كده دوت، وابتدي اغمره ميه، ناخد بالنا ميه مقطره، وانا طبعا في ناس هتستعجل تقول ما مقطره الساعه وما كتير مقطره كتير، لا الكود يقول كده. لكن انا رايي كنت استعملت الميه العاديه، ميه الشرب مش هيقابلني برضه مفيش مشكله، لكن هو زي ما الكود بيقول ان انت تستعمل ميه مقطره، وهتخلي الميه تبقى فوق مستوى الركام، يعني كل ما اقول تبتدي تغزل بصوابع ايديك الاربعه دول لو تفردهم على قد ما هتسيب الموضوع ده قد ايه؟ سيبه لمده 24 ساعه. 24 ساعه مغمور في الميه. النقطة اللي قلتها في الأول إن معظم الناس بتوع المعامل بتطلع تاني يوم العينة ديت من المية ويصفوا المية بتاعتها وياخدها يجففها ويوزنها. ده الكود ما قالش كده، الكود قال إيه؟ خلصت 24 ساعة هجيب الركام بتاعي وأبتدي ناخد بالنا من أبتدي أفصله، يعني مش عايز أقول أفصله عشان الكلام ما يحسبش علينا، هبتدي الركام دوت اللي في المية الغلط المغمور في المية دوت هصفيه على منقل مقاسه مختلف عن المقاس اللي أنا فصلته عليه. بمعنى لو انا كنت شغال مثلا على ركام مار من منقل 37 ونص محجوز 19، بعد ما غمرته في الميه لما اجي اصفيه من الميه بتاعته اصفيه على منقل اللي هو 4.75. يبقى الركام كله قبل الاختبار كان محجوز في 19، لما اجي اصفيه من الميه عشان الميه تعدي منه وعشان اشوف الحاجات اللي طلعت منه يبقى على منقل 4.75. واللي اتحجز عندي فوق منقل 9 ونص برضه احجزه اغسله على منقل 4.75، واللي اتحجز فوق 4.75 احجزه على منقل 2.36. ناخد بالنا من دي يا جماعه. بس ازاي هيتم الموضوع دوت؟ الموضوع هيتم ازاي؟ ان انا هفضي الركام على المنقل دوت واغسل، وانا بغسل حبيبات يعني احاول ان انا ادعك بايديا في الحبيبات. الغرض من دهك الحبيبات ده ايه؟ وابتدي ادغك في الحبيبات بصوابع ايديا على قد ما اقدر. الهدف من كده ان لو في اي ثنايا جوه حبيبه الركاب او في حبيبه الركاب من بره فيها طين يدوب معايا. يعني ايه؟ مش هو مثلا لو اعتبرنا مثلا دي حبيبه ركاب، دي حبيبه ركاب احنا شايفينها عاديه لكن هي فيها ثنايا، مثلا لو احنا جبنا نظاره معظمه زي انا شايفها دي وعملت كده اهوت هتلاقي ان الحبيبات او الحبيبه نفسها فيها ثنايا صغيره، الثنايا الصغيره ديت بيبقى فيها طفله لازقه في وسط الثنايا بتاعت الحبيبات دي. طبعا لو انت عندك نظاره معظمه هتشوف الحاجات دي. الحاجات دي اللي انا بدورها واطلعها من الركب. ديت اللي هي هتعدي مع الميه عشان اشوف الحبيبات ديت الركاب ديت فيها قد ايه. طيب هيتم ازاي الموضوع دوت؟ اولا ان همسك الحبايب كده دوت وابتدي اعملها بايديا، يعني امشيها بين صوابع ايديا كده دوت، وهي واضحه في الكود في الكود الامريكي وهو بيقول تعمل ازاي الحبايبات ديت. بمعنى في حبايب ممكن تدوب، في حبايبات ممكن تدوب لما تكون طفله ومتكلسه جامد جدا بعمل زي الضغط، لكن مع الميه هتدوب، لا دي لازم اعملها بس ما اعملش بروفي،
ناخد بالنا ما نستعملش الضوافر، ابتدي بس اخد ودي معاها دلوقت لغايه ما كل حاجه تعدي من المنخل اللي احنا قلنا الناس بتاعه. خلصت كل حاجه هبتدي اخد الماتيريال اللي فضلت فوق المنخل دوت وابتدي ادخله الفرن لمده 24 ساعه واعمل له عمليه تجفيف. بعد ما جفيف كل حاجه هطلع العينه اسيبها تبرد وابتدي اولنها. عشان احسب العينه ديت النسبه كام؟ عندي وزنتين، الوزن الاولاني اللي احنا وزناها فوق المنخل وهي دراي، احنا قلنا الوزن الاولانيه، والوزن الثانيه اللي هي دراي بعد عمليه الغمر 24 ساعه وتكمله عمليه الغسيل. هطرح الوزنه اللي بعد من الوزنه اللي قبل على الفرق في الوزنتين دولت على الوزنه الاصليه في الميه هيديني النسبه كام؟ المواصفات بتقول عامه هي 1% سواء كانت للركام او للرهن. طب احنا كده بناخد بالنا احنا جبنا مقاس او نسبه كل منخل لوحده، جبنا نسبه كل منخل لوحده. لو احنا جمعنا اللي هو الوزنه بتاعت 37.5 اللي فوق 37.5 واللي فوق 19 واللي فوق 9.5 واللي فوق 74 وجمعناهم مع بعض هيديني التوتال بتاع العينه كلها. وبرده تجميع الاوزان كلها بتاعه العينه بعد ما عمليه الغسيل والتجفيف تمت وطرح شديد دي هيديني التوتال او النسبه الكليه. الحدود بتقول هي مطلوب لها 1% زي ما قلت قبل كده. احنا انا اعتقد عشان يبقى الامور واضحه كلها احنا معانا فيديو كده واحنا زمان بنعمل الاختبار دوت هنعمله ونشوف مع بعض يمكن اكون في حاجه انا مثلا ما قلتهاش في الاختبار. وبعد الاختبار ان شاء الله هنشوف ان احنا هنحسب ازاي الاختبار بتاعنا. بتقول ما قلتلكش صح اللي هي موضوع الرمل. معلش الرمل طبعا احنا قلنا في الغسيل مش هغسل على نفس مقاس المنخل بالنسبه للركام الخشب ما قلتش فعلا بالنسبه للرمل، لكن بالنسبه للرمل الركام اللي بعد ما تمت عمليه الرمل 24 ساعه لما اجي اغسل الرمل اغسله على منخل اللي هو بوينت 850 اللي هو منخل بوينت 850 اللي هو رقم 20. معلش انا قلتها لي بس ان شاء الله بكره كنت هقولها بعد ما اعمل واحنا بنعمل حسابات ان شاء الله. فاحنا هنشوف فيديو وبعد كده نشوف الحسابات هتتم ازاي ونشوف تحت الوصف ونشوف كل حاجه ان شاء الله. فاحنا هنشوف فيديو الاول. دي كده كانت فكره عن الاختبار اللي هو اختبار اللي احنا قلنا عليه ازاي نحدد كتل الطين والحبيبات اللي هي بتبقى من السهل انها تتفتت في الركام اللي احنا بنقول عليه اختبار الكلي لامب. ودوت احنا اتكلمنا برضه بذكر زمايلي احنا اتكلمنا من خلال الكود الامريكي اللي اس تي ام سي 142 وكمان على فكره برضه اتكلمت عليها الكود البريطاني والكود الاوروبي والمواصفات المصريه القياسيه برضه اتكلمت على الاختبار فتختار الطريقه اللي تريحك وشوف انت المواصفه اللي انت شغال بيها. كمان عايز اقول ان المواصفه اللي هي الاس تي ام سي 142 دي موجوده تحت في الوصف ممكن حضرتك تحملها نعملها برابط مباشر عشان يبقى سهل على زمايلي ازاي احملوها وانا بشكر الناس اللي عرفوني ازاي ان انا احط الرابط في الوصف في الفيديو. ان شاء الله في جزء تاني ان شاء الله هنتكلم على ازاي مع زمايلي في المعمل ان شاء الله الناس فنيين ازاي هنعمل اختبار عملي وازاي نطلع الحسابات بتاعته ونقدر نحسب النسبه بتاعت او كميه كتل الطين في عينه الركام سواء كان الركام الخشن او الركام الناعم اللي هو مر من منخل 4 75. بكده اقدر اقول انا قدرت على قد امكانياتي ان انا اقول فكره عن الاختبار واتمنى ان اكون وفقت واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات خاصه مكتوبه واتمنى ان اكون وفقت وارجو منكم التعليق ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.